بص بقى، مش هنقعد نسأل الأسئلة التقليدية، شفت المباراة اللي فاتت إيه؟ شفت اللي جاي إيه؟ يعني خلينا نخش على طول ونخش في الموضوع بمنتهى الشفافية. فرصتنا كانت ممكن تكون أفضل لو إحنا ما اتكلمناش إن حصل جول للوداد طبعًا على أرضنا. حاليًا إحنا 50-50، خلينا نقول برضو الموضوع لسه صعب، الموضوع مش هنعول على النتيجة على أي أخطاء، رغم إن فيه، بس مش هنعلق على الشماعة لأن إحنا ما عندناش هذه النقطة أبدًا، ما نقعدش نتكلم عن أصل وأصل وأصل، خلاص اللي حصل حصل. أنا أعتقد ولو تتفق معايا في هذه النقطة إن الأهلي بهذه النتيجة هيعمل أفضل ما عنده في إن شاء الله في الإياب، أفضل ما كان حتى كسب 2-0. خلينا نبدأ من النقطة دي، استعدادات الأهلي من وجهة نظرك، وحتى لو احنا رجعنا شوية بالتاريخ للبطولات الإياب اللي فاز فيها الأهلي على أرض المنافس. تمام، أنا هاخد من آخر جملة أنت قلتيها، نرجع لمباريات النادي الأهلي قبل كده في التاريخ. النادي الأهلي في 2006 قصاد صفاقس تونسي، المباراة كانت هنا، كنت حاضرها هنا 2006 في القاهرة، تعادلنا 1-1 والنادي الأهلي كسب 1-0 هناك. 2012 قصاد الترجي التونسي، النادي الاهلي اتعادل هنا في برج العرب 1-1 وكسب هناك جول اللي هو وليد سليمان والسيد حمدي. على العكس لما الاهلي اتعادل بره مع النجم الساحلي مثلا 2007 خسر هنا 3-1، ولما كسب على الترجي 3-1 نتيجه كويسه خسر هناك 3-0 يعني وخسر اللقب. احلى بره ملعبنا. لا هي مش الفكره في يعني كده، المباراه هي الاولى لا تحسب، المباريات النهائيه هي شوطين. انا ما ينفعش باي حال من الاحوال، ما حدش يعني ما حصلتش في تاريخي الا قليل قوي ان مباراه ذهاب تحسم نهائي من قبل مباراه الاياب. هات لي كده في التاريخ، ما فيش، ما حصلش. ليه بقى؟ لانه مباريات النهائيه انت بتتكلم في اقوى فريقين في القاره طبعا. ولما اقول لك ان اقوى فريقين في القاره دول السنه دي، دول اتقابلوا كمان السنه اللي فاتت في نهائي دوري ابطال افريقيا طبعا. اخر 4 سنين او 5 سنين الوداد موجود 3 مرات فاينل والاهلي موجود 5 مرات، فاحنا بنتكلم في اقوى فريقين في افريقيا خلال الـ5 سنوات اللي فاتوا مع سان داونز. وبالتالي هدف الصفاقسي اللي كنت بتتكلم عليه بالظبط، طبعا كان جول تاريخي وكان يعني من احلى الاجوان في تاريخ النادي الاهلي في النهائيات الافريقيه بالظبط. فده برضو كان نهائي القطن الكاميروني بالمناسبه. الاهلي كان كسب هنا الاهلي كان كسب 2-0 وتعادل هناك 2-2، فما فيش مباراه نهائيه تحسم من شوط واحد، مهما كانت النتيجه لصالحك او غيره لا تحسم بالظبط. وانت كسبت هنا 3-1 قصاد الترجي وخسرت اللقب في النهايه، وتعادلت بره 0-0 وخسرت اللقب هنا في النهايه، ففي النهايه مفيش مقياس. النقطه الثانيه بقى المهمه جدا، والحقيقه انه سعدت جدا انه بدا النادي الاهلي نتعلم شويه من الاخطاء اللي فاتت. يعني النهارده الكلام على انه احنا مش هنقدم شكوى في الحكم الليبي في حكم المباراه، بلاش نتكلم عن بقى كتسيما ومباراه، دي اخر مباراه ليه بالظبط، دي اخر مباراه ليه. يعني زي ما بيتقال كده كان على السوشيال ميديا بيقول لك الراجل ما عندوش حاجه يخسرها بالظبط، حكم وحش حكم حلو خلاص دي اخر مباراه ليه وبعد كده اعتزال، فيعني ربنا يستر. هو كان وش وحش معانا في الاثنين فاينل مع الوداد كان موجود حتم رابع بس لا ان شاء الله الامور هتبقى مختلفه، لان احنا دايما في اي مباراه بيكون قبلها كلام على التحكيم، كلام على المدرجات واي ازمات بتحصل. الترجي عمل ازمه هنا مثلا قبل ما يجي، وانه لا انا ازاي العقوبات دي تبقى عليا، في نهايه خرج اللعيبه بره تركيزها. السنه اللي فاتت رغم الظلم ان احنا بنلعب مباراه واحده، ولكن كان خطا عندنا من اتحاد الكره، احنا بنلعب مباراه واحده هناك النادي الاهلي قصاد الوداد، ولكن اتخذنا شويه في قصه الجمهور وقصه الحصه بتاعتي في الملعب وبتاع شتت اللعيبه. اي كلام دايما حوالين التحكيم وحوالين المدرج وحوالين اي حاجه بره ال 11 لعيب وبره المستطيل الاخضر، فمعنى كده ان انت بتشتت تركيزك. فانبسطت جدا النادي الاهلي، لا مش هنشكل الحكم، لا مش هنتكلم عن مملكه سيما، خلاص اللي قاله كولر قاله في المؤتمر الصحفي ان هو امر مقلق تعيين مملكه سيما للمباراه، ولكن احنا خلاص من دلوقتي هنركز، مش هنتكلم، احنا بنتكلم في 11 راجل في الملعب يقدروا ياخدوا بطولة افريقيا، والاهلي قادر على ده انه يدخل البطولة.